تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. فحياكم الله. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور كثيرة صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، كذلك استفساراتكم مداخلاتكم اقتراحاتكم تسعدنا وتثري البرنامج خلال فقرة البرنامج. قبل ما أذكركم برقم التواصل، يسعدني أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم دكتورة عاش البسطي. اليوم الجو ما شاء الله حلو، مع أنه شوية غبرة بعد فيه، بس ما شاء الله الأجواء وايد تحسنت خلال اليومين اللي طافوا. أجواء حلوة للطلعات، وخاصة على نهاية إجازة نهاية الأسبوع. مثل ما عودناكم برامجنا متنوعة. أول فقرة اللي هي الفقرة التغذوية. فقراتنا التغذوية متنوعة ونركز على أمور تهمكم وتفيدكم، أمور الناس مرات تستفسر عنها أو عندها تساؤلات فيها، أو يمكن مرات أشياء ما تخطر على بال الواحد بس تكون مهمة لجسمه ولصحته في نفس الوقت. أذكركم برقم التواصل قبل ما نبتدي فقرتنا التغذوية. أرقام التواصل ويانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. فحياكم الله. اليوم فقرتنا التغذوية تتكلم عن واحد من الفيتامينات المهمة اللي يرتبط بصحة الجسم، وابتدينا نحن نركز على الأشياء اللي نقدر ناخذها من التغذية أو من أكلنا الصحي اليومي، ونبتعد شوية، ما أقولكم نقلل قد ما نقدر من المكملات الغذائية إلا للحاجات اللي صدق الواحد يحتاج فيها أنه يضيفها. فليش لا ما نستخدمها في خلال أشياء التغذية أو الأكل اللي نستخدمه أو ناكله كل يوم. اليوم إن شاء الله بنتكلم عن فيتامين بي 2 وأهميته وكذلك مصادره الغذائية. ويانا اليوم الأستاذ الشيخة شيخان، أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير شيخة. صباح الخير دكتورة، أهلين وسهلاً للجميع. اليوم بنتكلم عن الفيتامين بي. طبعاً هالفيتامين واجد مهم للإنسان. صح. يعتبر هذا الفيتامين يعتبر فيتامين قابل لذوبان في الماء، ويتم امتصاصه بجزار الأمعاء حيث يتم فسفرته وتحويل الأشكال النشطة من خلال جدار الأمعاء في أثناء الامتصاص، ويخزن بكمية قليلة في الكبد والطحال والكليتين وعضلات القلب. طبعاً هاي نحن ما كنا نعرف إن هاي يعني هاي معلومة، لأن ما ندري إن الفيتامين بي يعني له قابلية في الامتصاص في الكبد والطحال والكليتين وعضلات القلب، حيث يتم استنزافه بس بطيء جداً في الجسم، ويخرج الفيتامين بصورة رئيسية الله يعزكم في البول 30% يوميا، وهو جزء بسيط والباقي منه يفرز على طريق العرق، وتفرز جميع الثدييات ريبوفلافين بشكله الحر في الحليب. طبعا الفيتامين بي 2 الاسم العلمي الثاني اسمه ريبوفلافين. اوكي. نعم شيخ. ايوه، له وظيفه الفيتامين وظيفه فسيولوجيه، يدخل في تركيب انزيمين هامين هما الفلافين وحادي النيوكليوتيد والفلافين أدينين ثنائي نيوكليوتيد، الذي يدخل في تمثيل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وهو ضروري لنمو الحياة. ممتاز. وطبعا هذا الفيتامين له مصادر وله أعراض. كيف نحن نعرف عندنا نقص في الفيتامين بي 2؟ طبعا في أعراض يعني يطلع حق المريض مثل التهاب الشفاف. أيوة. طبعا نشوف ساعات مرضى عندهم مثل تعرفين يحشون أذنهم، نشوف عندهم يعني مثل يتكشر يعني قشرة الجلد اللي في الأذن تكون متكشرة، بشرتهم تكون وايد جافة، عرفتي؟ أيوة. واللسان تشوفينه يوم بتلاحظين على المريض أو أي شخص حتى الأطفال، تشوفين ساعات اللسان يكون متقرح
والعين تكون دامعه ومحمره ويحجون أيوة. العين. وطبعا اهم شيء من اعراض نقص الفيتامين باتو هو فقر الدم. طبعا هذا اهم شيء, يعني ان احنا لازم نتجنبه. في مصادر موجود غنيه بفيتامين بي, طبعا هو خلاصه الخميره ايوه, وتقدر نسبتها 11.9 ملي جرام. وخلاصه الخميره تعرفين, هاي تعرفين احنا اول مره نسمع ان خلاصه الخميره, في ناس ما يعرفونها المسمى. اكثر شيء احنا الخميره نتطرق لها اكثر من انها خلاصه, يسمونها الاسم الثاني الخميره للخبز, خميره الخبز. اي, وفي في في بيعون شيء مثل الصلصه يسمونها خلاصه الخميره, يعني ممكن تدهنينها في الخبز الصبح. ايوه, وايد مفيد, تكون غنيه جدا, هي اغنى مصدر فيتامين باتمين. يعني هاي المعلومه يعني احب كل المستمعين يسمعونها. طبعا عندنا خلاصه اللحم وكبد الدجاج وكبد لحم الغنم. تخيل كبد لحم الغنم فيه 5.7, وهي نسبه عاليه. وايضا البيض فيه 0.4, والحليب 0.4, واللوز 0.5. يعني هذين نسبتهم جدا عاليه. وحبوب الافطار الصباح مثل الكورنفليكس بعد نسبتها عاليه في فيتامين باتمين, يعني المصطلح الثاني اسمه ريبوفلافين. طبعا شيخه تذكرين بخصوص الكورنفليكس, اي نوع, يعني شو النوع اللي, لانه في اشياء وايده فيها ابتدت منكهات, في اشياء وايده يعني, بس اي نوع انت قصدك بالكورنفليكس او الـ او الـ حبيبات الفطور؟ ما اقول لك الشركة, اقول لك يعني يعني الوصف. هي الوصف النوعيه, هي النوع الوصف, لان في اشياء وايد الحين دخلت, فالواحد يعني تعرفين يعني مرات حتى المشاهدين او نحن نتردد فيها, يعني اي واحد تكون اللي هي فيها البي 2. اوكي, تابع مكتوب فيها الحبوب الكامله باللغه العربيه. أيوة. الحبوب الكامله تكون فيها مكتوب الحبوب الكامله, هول ويت, الهول ويت مكتوب. ايوه, اي شيء في النخاله الكامله, يعني النخالة الكاملة. فهاي أهم شيء يعني الموجودة في هال, يعني طبعا المخصص اليومي يقدر للنساء للهالفيتامين 1.1 ملي جرام يوميا, وللحوامل 1.4 ملي جرام يوميا, وللمرضع 1.6 ملي جرام. ما تشوفي إن العدد جالس يزيد, خاصة معناها الفيتامين. أيوة, عشان تعرفين هالفيتامين البي 2 يعتبر هالفيتامين, كل ما تحتاجين طاقة تحتاجين زيادة نسبة الفيتامين بي 2, عرفتي؟ ومهم دوره يعني جدا جدا جدا. يدخل في العمليات الحيوية, في التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتين, يعني عملية الحرق للكربوهيدرات والدهون والبروتينات هي ضرورية لإنتاجها, أساس الإنسان يروم يعيش, يعني يعتبر هو ضروري للنمو والحياة يعتبر, عرفتي؟ ونفس ما قلتي لكل شخص يعني كمية معينة, يعني نعم. وترتفع نعم. وتتغير مع كل شخص. أيوة, أيوة. نعم. والحمد لله, يعني الأشياء اللي ذكرتيها متوفرة للجميع, يعني هاي يوميا نحن نستخدمها, بس نحتاج نركز فيها عساس نعرف أنها تحتوي على هالفيتامين عشان نزيد ونزيد منها, أو حتى نعتمد أن نأخذها يوميا. صح كلامك, صح كلام الدكتورة. وبعد تعرفين هو يدخل في معظم الفيتامينات, تعرفين هذا الفيتامين مهم جدا في العمليات الحيوية, تعرفين مثل الفيتامين بي 6 بي 3 يقوم بهالفيتامين بتحويله لأشكال نشطة. أيوة. ويدخل في تركيبها الحيوية في الجسم, يعني يعتبر عامل وايد مهم للجسم هذا الفيتامين, يعني مهم, يعني نقصه يعتبر مشكلة لجسم الإنسان صراحة, خاصة أن بيأثر على الشفايف, على اللسان, على الإذن, على العين, على الأشياء الحيوية, حتى الدم. تخيل العمليات الحيوية الأساسية في الجسم فيأثر عليه, يعني حتى العين وأعصاب العين, يعني تعرفين يعني العين أساسي, يعني تشوفين إنسان عينه محمرة, يعني نحن ساعات نحن نستهين هالأشياء, طبعا هذا لا, بس لازم نحن دائما نشيك على عمرنا ونشوف نسبة الفيتامينات كيف, ونعتمد ان نستخدم ناكلها يوميا, او نعتمد على الاكل اللي ناكله يوميا في الحصول على هذه الفيتامينات. كلامك صحيح. الاستاذ شيخان اخصائيه التغذيه بهيئه الصحه بدبي, شكرا لك. العفو دكتوره, مشكوره. شكرا.
مستمعينا، مثل ما ذكرنا في الفقرة هذه أن أهمية فيتامين بي 12 يعني له دور كبير في العمليات الحيوية للجسم، وذكرت لنا الأخت شيخة كذلك الأعراض اللي الواحد ينتبه فيها من البداية أن عنده نقص في هالفيتامين، فليش نخلي الحالة توصل أن يكون عندي نقص وأبتدي أخذه من الحين، خاصة أنه متوفر يعني في أشياء كثيرة يعني وتكون الحمد لله موجودة عند في كل بيت في كل عند كل شخص ويقدر يعتمد عليها يوميا في أكله اليومي أساس ما يكون عنده نقص، خاصة لهالفيتامين اللي أهميته كبيرة للجسم. مستمعين الأعزاء، طالعين فاصل إن شاء الله ورادي لكم. مستمعين الأعزاء، حياكم الله مرة ثانية ويانا في برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. حياكم الله، أي استفسارات اقتراحات ومداخلات حياكم الله، هالشي يثري البرنامج نعرف الأشياء بالضبط اللي تحتاجونها وحابين تستفسرون عنها أكثر، أو نقاطكم اللي هي تثري البرنامج وحتى تزيد من حتى اقتراحاتكم اللي تقدمونها، لأن خدماتنا موجهة لكم وهدفنا سعادتكم وصحتكم. طبعا حبيت أتكلم عن مواضيع خلال هالفقرة، مواضيع الأمراض اللي الحين منتشرة خلال هالفترة، الجو متغير، فأكثر شيء نشوفه اللي هي اللي هو الإنفلونزا أو حتى النزلات المعوية. بالنسبة للمرضين هذيل أكثر شيء في هذه الجو في تغيرات أو التقلبات الجوية تكثر أكثر عنا، خاصة في مجتمعنا، وأكثر ناس يمكن تصيبهم اللي هم الأطفال، لأنهم لعبهم مع بعض، تداخلهم مع بعض أكثر شيء فينتشر هالشيء أكثر عندهم. حبيت أوجه رسالة للأمهات والأخالي بخصوص هذه الأمراض. أولاً، معظم الأطفال بيكون عندهم ارتفاع في درجات الحرارة، فأول ما بالأم الأب الوالدين المهتمين بالطفل يلاحظون هالارتفاع على طول يعطون المسكن للحرارة سواء البنادول أو البروفين، يعني اللي يستخدم الطفل ينزل الحرارة بداية. لاحظت في ملاحظات معينة أن الأهل يجيبون الطفل للعيادة أو المستشفى والحرارة بعدها مرتفعة، على أساس أن ما حد بيصدقني إذا قلت له أو أنا أترياه ترتفع الحرارة، بالعكس نحن نصدق أي واحد يجينا ويقول لنا الطفل كان عنده حرارة ونزلت لأني عطيته البنادول أو عطيته البروفين أو عطيته أي دواء منزل أو خافض للحرارة أو سويت له أشياء معينة بحيث نزلت الحرارة، على الأقل نتحاشى أو نقلل المضاعفات اللي بتصير من هذه الحرارة أو لما أوصل المستشفى ترتفع زيادة وعقب صعوبة حتى في تنزيلها. فهي النقطة اللي حبيت أوضحها، لأن في ناس وايدة تعتمد أن ما تعطي تتريلين تي العيادة الجرعة المعروفة، إلا إذا أنا ما بعرف الجرعة نفسها لا أنتظر آي العيادة عساس أخذ الجرعة الصح. الموضوع الثاني اللي بنتكلم عنه خلال هذه الفقرة بالنسبة للأمراض الباطنية. الأمراض الباطنية عندنا من أهم الأمراض اللي يعني أو التخصصات حتى اللي مطلوبة في كل مكان. دائما الناس أو معظم عدد كبير من الناس تشتكي من آلام في بطنها أو وما بعرف أصلا سببه، ودائما يخطر على بالنا دكتور الأمراض الباطنية لحل هذه المشاكل. عندنا قسم خاص بالأمراض الباطنية اللي بمستشفى راشد اللي يؤدي إلى أو عنده الخدمات التخصصية يوفرها للمرضى، وعنده كوادر طبية متميزة قادرة على التشخيص وعلاج مختلف الأمراض المتعلقة بهالمجال. يسرنا يكون ويانا دكتورة رزدان شغقي استشارة الأمراض الباطنية بمستشفى راشد. صبحت الله بالخير دكتورة. أهلين، صباح النور، أهلا وسهلا دكتورة. دكتورة، كلنا عارفين الأمراض الباطنية وشيوعها يعني عند المجتمع وما بس مجتمعنا، في المجتمعات عالميا، وأهمية هذا التخصص، وعندنا قسم خاص فيه في مستشفى راشد. فدكتورة حابين تكلمينا وتعطينا فكرة عامة عن قسم الأمراض الباطنية في راشد. طيب، قسم الأمراض الباطنية بمستشفى راشد هو يتكون من مجموعة مؤهلة من الأطباء، العدد تقريبا بحوالي 28 طبيب ل 30 طبيب. أيوة.
القسم جدا مهم لأنه بيقدم خدمات متعددة. ممكن نحكي بالخدمات هاي اللي بيقدمها القسم عندنا في مستشفى العاشر. تقديم الخدمات أول شيء للمرضى الذين تم إدخالهم إلى الأقسام الداخلية عن طريق قسم الطوارئ وعن طريق العيادات الخارجية. أيوة. الشيء الثاني لرعاية المرضى الذين تم دخولهم للأقسام الداخلية موجود على مدار الساعة وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية بشكل عام. ممتاز. الفقرة الثالثة ممكن نقول تقديم الاستشارة للمرضى الذين تم إدخالهم لأقسام أخرى، مثلا أي مريض دخل لأقسام الجراحة لأي عمل جراحي وهو بالأساس عنده مرض سكري أو عنده مرض ضغط أو أي شيء من أمراض الباطنة، فريقنا الطبي جاهز للتغطية ومتابعة المرضى الداخلين تحت قسم الجراحة ولديهم مشاكل باطنية. لآخر لحظة هن بتابعوا المرضى بشكل تام، يعني حتى لو ما كان تحت قسمهم في الأقسام الثانية يكونوا مسؤولين عنهم. طالما دخل قسم عنده أي مشكلة باطنية يتحول لفريق الباطنة ليتابعوا معهم لتظبيط السكر، لتظبيط الضغط، لتظبيط أي مشكلة باطنية أخرى. هي تبقى عبارة عن تعاون بين الأقسام ضمن المستشفى، بين يعني كفريق عمل واحد متواجد بالمستشفى. ممتاز. وجود أطباء مناوبين طبعا عندنا على مدار الساعة للمرضى الداخلين للمستشفى اللي تم تحويلهم من قسم الطوارئ. هي موجودة بكل وقت على مدار الساعة، ومثل ما قلت لك بالعطلات وبالويكند بكل وقت هن موجودين بكل وقت. شيء تاني كمان عندنا عيادات متخصصة لتقديم الخدمات للمرضى اللي هن الخارجيين، يعني هن ما تنبهموا بالمستشفى، بيجوا ليتابعوا التحاليل أدويتهم، الاستشارات عن طريق العيادات موجودة هي تقريبا بشكل دوري وبشكل حوالي 3 عيادات تقريبا بالأسبوع بتغطي المرضى اللي خارج المستشفى. ممتاز. شيء ثاني كمان عيادات بالتابعة لإلنا هي العيادات ما قبل العمل الجراحي. أي مريض يحتاج أي عمل جراحي طبعا ولديه أي مشكلة باطنية المفروض يمر على عيادة الأمراض الباطنية هي ما قبل العمل الجراحي لحتى ياخد إنه هو فت أو هو لائق للعمل الجراحي أو لا قبل العملية الجراحية. قبل العمل الجراحي إذا في أي حد عنده أي مشاكل باطنية المفروض يمر على هالعيادة قبل ما يتحول أو يتدخل على المستشفى لإجراء العمل الجراحي. ممتاز. حتى في الحال المريض يطمن قبل حتى ما يطمن أكثر من ناحية حالته قبل الجراحة. طبعا يطمن، وأكيد حتى العمل الجراحي لا يتم إلا بوجود فتنس من قبل طبيب أمراض الباطنية، لأنه أي مريض بده يدخل العمل الجراحي إذا عمل جراحي مرتب ومنظم مش طارئ يعني. ممتاز. المفروض قبل ما يدخل العمل الجراحي يتضبط الضغط، يتضبط السكر، يتضبط الأشياء كثيرة تترتب قبل ما يدخل العمل الجراحي. ممتاز. دكتورة، شو أبرز الحالات المرضية اللي تراجع عندكم في القسم؟ هلأ ممكن أنا بس قبل ما أطلع لك للحالات هاي كمل لك إنه نحن في عنا المرور يومي على المرضى بإشراف الاستشاريين والأخصائيين. شيء أخير بقول لك على قسم الباطنة، هو عبارة عن قسم تعليمي يحتضن برامج إقامة الأطباء الملتحقين بالتدريب في قسم الباطنة. ممتاز. هاي بالنسبة للخدمات المقدمة، يعني علاجي وتدريبي. تدريبي وتعليمي. ممتاز. سؤالك، برجع لسؤالك بالنسبة للحالات المرضية تقولي عنها اللي بتدخل عندنا القسم. عندنا قسم عدد كبير من الجلطات الدماغية. الجلطات الدماغية طبعا بأنواعها التخثرية والنسفية. أيوة. وما يترتب عليها وحسب الحالة الموجودة نحن نتعامل مع الأقسام الموجودة بالمستشفى، من أقسام جراحة الأعصاب أو من قسم الأعصاب حسب المدينة يعني كيف بيكون. الإنتانات بأنواعها، الإنتانات المجاري البولية، الصدرية، إنتانات الدم بشكل عام، هي كمان من الحالات اليومية المتواجدة عندنا في الدخول اليومي لقسم الأمراض الباطنية. طبعا أمراض السكري. أيوة. والضغط والاختلاطات الناجمة عنها.
يعني معظم المرضى اللي بيدخلوا سكر غير مضبوط، ضغط عالي، والاختلاط الناجم عن السكري أو الضغط، هدول الحالات كمان تقريبا بالحالات اليومية المتواجدة تدخل تحت قسم الأمراض الباطنية. ممتاز. حالات كثيرة، يعني هاي الحالات أكثر شيء هلأ ممكن يعني وردت لذهني لأحكي عنها. هذه الحالات اللي تكون في الأقسام الداخلية وكذلك في العيادات الخارجية. أي هاي الحالات طبعاً تكون دخول عن طريق الطوارئ أو عن طريق العيادات الخارجية طبعاً، والتقييم حسب الحالة هي حالة حادة أو مزمنة. أيوة. بس عن طريق الطوارئ والعيادات الخارجية يتم الدخول لقسم الباطنية. دكتورة، هذه الحالات أكيد لها يعني أثر سواء على المريض، الحالات المرضية قصدي اللي تعالج عندكم، سواء على المريض نفسه أو على أهله أو حتى على المجتمع ككل. فحابين نعرف شو دور القسم في نشر الوعي والتثقيف الصحي بخصوص هذه الحالات اللي ذكرتيها. طبعا بقسم الباطنية ساهم بالعديد من برامج التوعية. هلا قبل ما نحن نحكي بالبرامج التوعية بشكل عام، في عنا برامج توعية لكل مريض بحد ذاته حسب الحالة اللي هو موجود فيها. أيوة. مريض السكري ممكن نعطيه تعليم عن طريق الأكل، طريق الحياة كيف بدها تكون، وفي عنا أخصائيين لهالشي هذا حتى يتكلموا معه بهالمجال هذا. ممتاز. البرامج التوعية كمان عندنا بشكل عام، نحن عملنا مخيمات كثيرة ضمن المستشفى، الكامبين فيما يتعلق بالضغط في السكري، شاركنا في اليوم العالمي لوقف التدخين عن طريق نشرات توعية وعن طريق محاضرات علمية، شاركنا كذلك باليوم العالمي للالتهاب الرئوي. كمان وأهمية الالتهاب الرئوي، المشارك كمان أحد المشاركات اللي عملناها الأسبوع العالمي للتطعيم، كمان كنا مشاركين فيه لنبين أهمية التطعيم بمنع الأمراض اللي هي مثل الإنفلونزا، الالتهاب الرئوي، التهاب النخاع الشوكي أو بما يسمى السحايا، لأنه هي كمان أهميتها بمنع الأمراض وتكرار الأمراض. وكذلك برامج توعية جدا، يعني عندنا البرامج التوعية موجود هي ضمن الخطة السنوية لقسم الباطنية، لأن دورها كبير خاصة لرفع ثقافة المجتمع والوقاية حتى من هذه الأمراض اللي جداً تتكرر جداً. أكثر ويانا. مزبوط مزبوط. دكتورة رزان، كلمة أخيرة باختصار توجهينها لمستمعينا في البرنامج. القسم الباطنة عندنا قسم ممتاز جداً، الأطباء الموجودين فيه على درجة عالية من المؤهلات العلمية وذو قدرة عالية للتعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة، وقسم يحتوي على العديد من الكفاءات والموجودة بمستشفى راشد، وإدارة مستشفى راشد داعمة هذا القسم بشكل جدا كويس. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعطيكم ألف عافية دكتورة رزان، ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يسلمك ويعافيك، وشكرا جزيلا لك. دكتور رزان شققي، استشاري أمراض الباطنية في مستشفى راشد، شكرا لك دكتورة. العفو العفو، مع السلامة. مع السلامة. مثل ما عرفنا مستمعينا الأعزاء بخصوص الأمراض الباطنية وقسم الأمراض الباطنية اللي يغطي معظم الأمراض الباطنية عندنا، عندهم خدمات داخلية داخل مستشفى وخدمات خارجية، إضافة إلى التدريب والتثقيف الصحي لكل المرضى. دقائق إن شاء الله وردي لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، حياكم الله مرة ثانية ويانا. أذكر بأرقام التواصل ويانا 600551414 ورسائل النصية على 4006. الفقرة السابقة ذكرنا بخصوص الأمراض الباطنية وقسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. هالفقرة بنتكلم عن واحد من الأمراض المهمة اللي هي واحد من الأمراض العصبية بالتحديد، مرض منتشر معروف، وحبينا نتطرق له أكثر ونعرف الناس عليه أكثر، طرق الوقاية، الأعراض، العلاج، وأي فئة عمرية أكثر يكون فيها. واليوم اللي هو 11 أبريل من كل عام
هو اليوم العالمي لهالمرض. المرض هو الشلل الرعاش أو باركنسون، اللي يعاني منه ملايين الأشخاص حول العالم. وتعد هالمناسبة فرصة كبيرة للمؤسسات الصحية لنشر الوعي والتثقيف الصحي لدى الأفراد بهذا المرض وأسبابه وطرق الوقاية منه كذلك. للحديث عن هالمرض يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتور محمد الكيلاني، استشار أمراض الأعصاب بمستشفى راشد. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور، حياك الله دكتور. حياك الله ويانا اليوم في البرنامج. دكتور، حبينا نعرف بخصوص المرض، تعطينا فكرة عامة عن مرض الشلل الرعاش اللي هو الباركنسون. نعم، هو يسموه الرعاش، يعني كما يبدو من الاسم انه اكثر عرض اللي عاده الناس بيشوفوه اللي هو بيكون الرعشه او الرجفه مثلا في الايد او في الرجل. ايوه. هو كمرض احد امراض الاعصاب المزمنه، اللي هو عاده مجرد ما يبدا عند المريض ما في علاج شافي، يعني نقول انه يختفي المرض، ولكن في علاجات انه نخفف من اعراض المرض ونوقف من تقدم أعراض المرض يعني مع الوقت. أيوة. وعادة المرض في أغلب الأحيان عادة هو يصيب الأشخاص تقريبا فوق 62 سنة أو 60 سنة، ماشي، وإن كان بنشوف حالات قليلة تكون مثلا في سن مبكر قبل ذلك، يعني حتى ممكن تحصل عمر 20 أو 30، بس هذه حالات نادرة جدا. المرض شائع، خلينا نقول موجود في كل أنحاء العالم. أيوة. سبب المرض، يعني إيش اللي بيخلي المرض كيف يبدأ مثلا عند المريض لغاية الآن، يعني نظريات أو ملاحظات خلينا نقول، اللي هي مثلا يعني في اعتقاد أنه بعض الدراسات وجدوا أنه مثلا الناس اللي كانوا يشربوا مية الآبار، القرويين، التعرض للمبيدات الحشرية، أحيانا ضربات على الرأس أو التهاب مثلا في المخ سابقا، قد يؤدي إلى ظهور المرض فيما بعد. أيوة. أعراض المرض عادة غالبا أعراض المرض تبدي مثلا ممكن تكون رجفة في اليد مثلا أو في الرجل، وخصوصا لما يكون المريض مثلا قاعد مستريح، يعني ما مسوي شيء. أيوة. وإن كان بتصير الرجفة في جميع الأحوال. الشيء الثاني اللي هو البطء في الحركة، تجد المريض أنه بصير شوي بطيء لما يتحرك. أيوة. يحس حاله كأنه دائما متيبس الجسم، يعني ما في عنده ليونة في العضلات. احيانا حتى تعابير الوجه تلاقيها مثلا يعني بيبين كانه جدي، يعني او حتى مثلا لما ينظر للاخرين بيقولوا لك ليش مثلا ينظر علينا بالطريقه هذه مثلا. ايوه، تلاقي نظرته هيك وكانه جدي او بنظر يعني كانه مستغرب، كانه جامد يكون. نعم. فهذه أعراض المرض اللي بتكون في بداية المرض. طبعا بالإضافة مثلا مرات عدم التمكن من التوازن، لاقي المريض مثلا بصير يوقع كثير، مثلا بصير وقعات وغير مفهوم ليش المريض بوقع. أيوة. فبتكون انعكاسات العصبية عنده للتوازن بتكون عنده اختلت برضه. الآن شو المسبب الرئيسي؟ احنا بنعرف انه في مادة في الجسم اللي هي بنسميها الدوبامين. أيوة. في منطقة معينة في الدماغ نسموها سبستانشيا نايجرا أو المادة السوداء، منطقة صغيرة جدا يعني لا تتعدى بجوز حجم نصف سنتيمتر أو سنتيمتر، اللي هي بيكون فيها مادة الدوبامين تفرز من هناك. فبيكون في صار ضمور في هاي المنطقة من الخلايا اللي هي تفرز مادة الدوبامين وبتؤدي لظهور الأعراض عند المريض. أيوة دكتور، بالنسبة أنت كلمتنا عن الأعراض، فالحين أول ما يبتدي شخص يلاحظ على نفسه هالشيء أو حد لاحظه عليه من أهل نفسهم، فبيحتاج استشارة طبية طبعا، فشو الخدمات التشخيصية والعلاجية اللي تقدمونها في القسم عندكم لمرض الشلل الرعاش؟ نعم، هلا بداية احنا المفروض لازم نوصل لتشخيص قبل ما أيوة. نتكلم عن العلاج. أكيد. التشخيص بالتالي بده يشوفه طبيب الأعصاب، يعني اللي هي ان اختصاص طبيب الاعصاب باخذ تاريخ المرض الى المريض كامل، بسوي له فحص اعصاب كامل، يشوف ليونة العضلات، يشوف الانعكاسات العصبيه، عنده التوازن، يعني بده فحص بالتفصيل، فحص الاعصاب، وبعدين اذا شكينا انه، وعاده التشخيص خلينا اقول 80 او 90% من التشخيص هو من التاريخ المرضي والفحص يعني سريريا. ايوه. الان بنسوي صور للمرضى برضه نتاكد انه ما في شيء اسباب اخرى احيانا قد تؤدي الى ظهور اعراض مشابهه للباركنسون،
يعني مثلا ما يكون والله في جلطات دماغيه متكرره عند المريض احيانا، يعني خصوصا اذا كانت الاوعيه الدمويه الصغيره بالحجم ممكن تسوي جلطات دماغيه صامته، يكون يعني ما بين على المريض مثلا الشلل بشكل مفاجئ او شيء، لكن بتاثر على مثلا خلايا المخ في مناطق مختلفه، فبتلاقي المريض تبدو عنده اعراض مشابهه للباركنسون. ماشي، فاحنا بدنا نتاكد في الاول انه هل هو باركنسون ديزيز ولا في شيء مضاد نسميه باركنسونيزم، امراض اخرى قد تكون فيها اعراض مشابهه للباركنسون. نراجع الادويه تبعته. نعم. بالاضافه فبنسوي احنا صوره للراس مثلا، خصوصا صوره الرنين المغناطيسي. ايوه، هي بتكون اكثر دقه من السي تي سكان. من السي تي سكان احيانا حتى بعض الفحوصات ممكن نضطر يعني رنين مغناطيسي مع ماده معينه يعطوها او بيت سكان، في عدة فحوصات هذه بعد ما نجريها ونتأكد من التشخيص الآن دي دور العلاج. أيوة صح. العلاج المادة الرئيسية لغاية الآن اللي هي خلينا نقول من الستينات، من يعني من يعني اللي هي بسموها الليفودوبا، ماشي، علاج الليفودوبا اللي هو هذا العلاج الرئيسي، بالإضافة في الآن أدوية أخرى مساعدة أو أحيانا قد تكون أدوية أخرى مشابهة للليفودوبا نديها في بداية المرض، لكن متى ما تقدم المرض هو الليفودوبا العلاج الرئيسي. الآن برضو في العقدين الأخيرات تطورت أمور أخرى، مثلا صار في زراعة لبعض الأجهزة، في جهاز نسميه ديب برين ستيميوليتر اللي هو جهاز مثل يعني كيف دبوس هيك بكون أو زي الإبرة الرفيعة. أيوة طبعا الجراح هذا بيعملها، جراح الأعصاب اللي بيكون عنده خبرة في هذا المجال بالتعاون مع طبيب الأعصاب، يعني يكون عمل فريق مع بعض، فممكن يركبوا هذا الجهاز يدخلوه إلى مناطق معينة من الدماغ اللي يكون في تحفيز هذه المنطقة للتخفيف من أعراض المرض. ممتاز. فعندنا العلاجات وعندنا الأجهزة. الأجهزة طبعا إحنا كانت يعني هون في الدولة كانت ما موجودة، لكن الآن يعني صار الحمد لله أن أطبائنا يعني دربوا عليها وهذه العمليات يعني صارت تجرى عندنا هون. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني حتى نمط حياة الشخص نفسه يتغير بعد ما يبتدي العلاج؟ لا شك طبعا، يعني بس يعني مثل ما قلت أنا هو العلاج ما بيختفي، ولكن يخلينا نقول إذا والله العلاجات والجهاز اللي بحتاجه المريض والله تحسنت الأعراض نقول 80%، فهذا ممتاز إنه المريض يقدر يظل. إحنا يكون هدفنا إنه المريض يقدر يعيش قدر الإمكان من دون ما يحتاج مساعدة الآخرين. صح. ويستمر في الحركة، يعني ما يصير نعتمد نهائيا على الآخرين في حركته في حاجاته اليومية كلها. فيعني هذا الهدف الرئيسي. وبعدين هذا مرض يعني ممكن يصيب أي إنسان، يعني ممكن قد يكون أستاذ جامعي، ممكن يكون يعني بوظيفة مهمة جدا، فإذا ما ساعدنا وما أعطينا العلاجات يعني هذا الإنسان، إحنا هون المجتمع يفقد خدمات من هذا الإنسان. صح. والأهل بعد يتأثرون، المريض نفسه يتأثر. نعم. فمثل ما ذكر دكتور يعني الدواء حتى لو أبنى شافي أمي بلين، بس أنه علاج للأعراض اللي هي تأثر على الشخص نفسه، و 80% يعني نعم. الحمد لله يعني نجاحها كبير. نعم. نعم. دكتور، بما أن المرض منتشر والمرض يأثر على الأشخاص اللي يعانون منه، فشو طرق الوقاية من المرض نفسه؟ والله شوفي، طرق الوقاية مثل ما قلنا إحنا حقيقة وقاية لحد الآن ما فيش ثابت، وإنما يعني الأسباب اللي بعض الدراسات تشير إنه مين الناس اللي عرضة أكثر لهذا الشيء، يقول إن نتجنب هذه الأمور، مثلاً العرضة للمبيدات الحشرية، للإكسرسايز يعني كثرة الحركة والتمرين باستمرار برضو بتساعد. أيوة. يعني تخصص من فرص هذه الأمور تصير. الوقاية الأخرى مثلا هيلثي دايت اللي مثلا تخصص من الدهنيات، نخصص من الكربوهيدرات اللي هي العوامل اللي تؤدي مثلا لظهور السكر والضغط وعوامل الجلطة الدماغية، لأنه هذه كلها بالآخر ممكن تؤدي برضو لظهور باركنسون. ماشي. الآن في بعض المرضى قد يكون هناك في دور عامل جيني، وإن كان هذول قليلين جدا، يعني المريض الباركنسون ممكن يكون عنده عامل جيني لا يتعدى 10%، وعادة من هذول يعني حتى الأسرة اللي بيكون مثلا قد يكون الجينات عندهم
بيكون أكثر عرضة إذا مريضه مثلا بدت عنده الأعراض على سن مبكر، خلينا نقول أي أكيد أو ما قبل. وغير ذلك يعني ما في داعي نقله، يعني مش كل واحد عنده والله مريض في العائلة عنده باركنسون معناته كل العائلة بده أو أفراد العائلة بالضرورة بده يصير على باركنسون. النسب تختلف. نعم النسب تختلف، ومثل ما قلت كله يعني لا يتعدى 10% كله ماشي بالنسبة للعامل الجيني. نعم دكتور محمد، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. نعم يعني أحيانا إذا شفنا عند المريض أعراض قلة حركة مثلا أو خصوصا عند كبار، إذا في قلة حركة أو شفنا تعابير وجهه شوي أو صار يوقع مثلا ووقعات غير مبررة، ما نعتبر نقول والله هذا كبر يعني وكأنه عادي أنه الكبير لازم يوقع أو أنه لازم يقف حركته، لا. إذا صار أي شك على طول نشوف طبيب الأعصاب أفضل نبحث. الشيء الثاني إذا طبيبنا إذا مريضنا تشخص نعم وصار عنده باركنسون ديزيز، يعني بدنا نتحمس خصوصا لما يتقدم المرض، المريض بصير شوي يعني كيف بدي أقول يعني هو ما بتدلع عليهم، خلينا نقول بتدلع أيه. وإنما المريض يعني بيكون فعلا بحاجة لمساعدة وبده الناس تتفهم ظروفه، فأحيانا قد يكون مثلا يتطلب كثير حركة مساعدة، يطلب كثير مساعدة في أمور بالنسبة لهم قد تبدو أنه يعني هذه ما محتاج، لا هو المريض محتاج وبدها صبر ونتعامل معه كإنسان ونقول الله يعينه على المرض يعني. حتى نفسيا يتأثر من هذا المرض. نعم يعني هذا كل إنسان يعني لما يكون هو كان سابقا يتحرك ويروح ويجي وقد يكون هو عمود الأسرة يعني، وبالتالي يشوف نفسه أنه والله هو ضعف إلى درجة يحتاج مساعدة الآخرين، لازم بالعكس نحاول يعني نحافظ على مشاعره ونوريه دائما أنه أنت مقامك محفوظ وأنت الكبير وأنت وأنت وأنت، يعني لازم نكون حافظين كل هذه الأمور بالحسبان. النقطة بعد دكتور اللي ذكرتها بخصوص إذا انتبهوا سبحان الله لأي حد كبير بالبيت يوقع كثير أو شيء ما يعتبروا أنك يعني بداية الانتباه للعلامات البسيطة هي حتى التطور في المرض يقل بهالطريقة، لأن العلاج على طول يكون موجود على طول تدخل العلاج يدخل. صحيح كل ما تأخرنا في التشخيص وبداية العلاج هون جزء فاقم المرض أكثر، فكل ما كان التداخل مبكر بتكون نتائج أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد. دكتور محمد الكيلان استشاري أمراض الأعصاب مستشفى راشد، شكرا لك دكتور. حياك الله دكتور. مستمعينا مثل ما ذكرنا دكتور محمد الكيلاني بخصوص مرض الشلل الرعاش أو الباركنسونز، صح في مرات الأعراض نشوفها في عيون بعيوننا يعني أو أن فنعطيها أسباب، بس إذا تكررت الأعراض خاصة ذكره الرعشة مرات يكون أكثر الأعراض اللي الواحد ينتبه لها، الشخص الكبير يبتدي يطيح ما يتوازن أكثر، ف نحتاج أن ننتبه أكثر لهالأمور، نودي للتشخيص الطبي يعني ودي لأقرب عيادة عنا أساس على الأقل ينفحص تحاليل المبدئية تتسواله، وبعدين يتحول إذا احتاج للعيادة التخصصية أساس بداية التشخيص النهائي يتوفر بسرعة، وثاني شيء العلاج يبدأ بسرعة ولا نتأخر، لأن كل ما ابتدينا بالعلاج أسرع كل ما استجابة المرض للدواء نفسه كانت أحسن، وكذلك الأعراض تكون أقل ما تتطور الأعراض كبيرة. والأعراض مثل ما ذكرها الدكتور أعراض تأثر على كل واحد، رجفة في الإيد، الرجفة تكون دائما ما بس في وقت يعني يوم أشتغل، مرات الواحد يلاحظ على عمره يوم يشتغل أو يركز على إيده فيها رجفة، هاي مختلفة رجفتهم حتى وهم قاعدين بطريقة معينة وتكون الجسم بطريقة معينة مثل متيبس. فالنقاط اللي ذكرها الدكتور محمد مهمة صراحة والواحد ينتبه لها، وسبحان الله المرض منتشر عالميا أصلا يعني، فسرعة الاستجابة سرعة العلاج تؤدي نتائج إيجابية كبيرة للمرض هذا نفسه. عندنا سؤال من الرسائل اللي هو مرحبا، هل توجد أدوية ترفع المناعة؟ ما نتكلم عن أدوية معينة ترفع المناعة، نتكلم عن نمط الحياة، نمط الحياة اللي هو الأغذية الصحية اللي ناخذها، النوع في أغذيتنا، ثاني شيء نمط الحياة، ممارسة الرياضة بانتظام، عندنا أشياء معينة ترفع المناعة لأشياء
بعد مثل الأمراض المعدية عندنا التحصينات الدورية اللي هو الفاكسينيشن أو التطعيمات المعينة خلال فترات معينة خلال السنة، مثل الإنفلونزا خلال أوقات معينة تكون عندنا تطعيمات، هذه لزيادة المناعة بخصوص أمراض معينة اللي هو المننجوكوكال أو الحمى الشوكية للناس اللي يكونوا رايحين العمرة أو الحج أو المناطق الموبوءة بهذا المرض. فهاي الأشياء اللي نركز عليها من ناحية رفع المناعة، بس رفع المناعة عموما نحتاج أكثر لانتباهنا بخصوص الأكل، ممارسة الرياضة، التعليمات الطبية الصحيحة عشان نرفع مناعتنا. بس أن أدوية معينة ترفع لنا المناعة عموما ما موجودة، بس نركز على أشياء معينة نفس ما قلت لكم، التطعيمات، الأكل الصحي. وبالنسبة نفس الشيء المناعة مو بس في البلاد، المناعة حتى لو نحن جايين نسافر نحتاج نرفع مناعتنا بأخذنا للتطعيمات اللي هي ضد الأمراض المعدية على حسب البلد نفسه. مستمعين الأعزاء، مر اليوم الوقت بسرعة، انتهى برنامجنا اليوم وياكم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق نجاة السويدي، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم دكتورة عاشة البسطي. يعطيكم العافية جميعا ومشكورين، نلقاكم إن شاء الله يوم الأحد، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.